آخر فقراتنا من صباحنا غير ومع موهبة سورية كتير ظريفة، ما هيك؟ فقرتنا الأخيرة يا زينب، مثل ما قلتي مع الصوت الحلو ويمكن بعمر صغير الأصوات وصاحبين الأصوات صاروا نجوم أبهروا الجمهور بحضورهم. هاي الموهبة السورية يلي معنا إياها وضيفتنا لليوم اسمها ياسمين نصر الدين، بنت مدينة السويدة. ياسمين حصلت على جائزة المركز الأول على القطر برواد الطلائع والمركز الأول برواد الشبيبة بالعزف على الجيتار. ياسمين هي سنة سابعة بمعهد فريد الأطرش تابع لوزارة الثقافة أيضا بالعزف على آلة الجيتار، وقررت اليوم أنه هي أو قررت أنه تشارك بالموسم الثالث من البرنامج The Voice Kids وغنت لفريد الأطرش وأيضا عزفت على الجيتار، فكان لها مكانة كتير خاصة والجمهور كتير حبها لياسمين، وانضمت هي لفريق عاصي الحلاني. ولحتى نتعرف أكثر عن الموهبة ونتعرف أكثر عن ياسمين، لك صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا. سلامتك سلامتك، صابوكي بالعين فورا فورا كسرت إجريك، سلامة قلبك. الله يسلمك، شو مسوي؟ يسعد صباحك يا ياسمين نصر الدين، جاي من السويدة بالرغم من انه رجلها ملويه بس اصرت انه تكون معنا، وفت بالوعد. ياسمين خبرينا كيف هيك بهذا العمر الصغير بتعزفي كثير حلو وبتغني كثير حلو؟ هلا انا بحب الجيتار كثير وبحب الغناء كثير. كنت انا واخواتي مشكلين فرقه موسيقيه وبنطلع على عده مسارح ثقافيه، وخيي الكبير مازن كان يغني ونحن نغني معه أنا وأختي، وخي الكبير ثائر كمان كان يعزف لنا ويلحن لنا أغاني. فنحن أنا بحب الغناء من أنا صغيرة. عائلة فنية يعني. فيك تقولي. وبنحب الغناء كثير والعزف، وأنا قررت أن أحقق حلمي فدربت لوصلت لهم. يعني مثل ما حكيت بالمقدمة عدد كتير كبير من الجوائز حصلت عليها برواد الطلائع وشبيبة الثورة، وأخيرا كانت مشاركتك ببرنامج The Voice Kids. حضرتك من عائلة فنية مثل ما ذكرتي، وغنيتي شي لفريد الأطرش، خلينا نسمع شو غنيتي أو شو محضرتي لنا أنت، شو حابة؟ هلق أنا محضرة، بدي سمعكم شيء لابق لصوتي، حبيت تصبح فيه على الجمهور. يلا نحن ناطرين هالصباح الحلو. الله يخليكي عم تغني. ياسمين يعني كنتي وشاركتي بـ The Voice Kids وكانت مشاركتك نتيجة انضمامك لفريق عاصي الحلاني، خبرينا عن هي التجربة. وكثير من الناس يمكن هذا الموسم سألوا انه الأطفال السوريين كان عددهم قليل، فخبرينا انت كيف تقدمتي وكيف كانت تجربتك ايضا بهذا البرنامج. هلا برنامج The Voice Kids بيتقدم عليه ملايين من كل الوطن العربي.
طبعا بنمر بمراحل قبل، في بيجي مندوبين من لبنان ونحن بنروح مراحل على بيروت لنصفي 90 صوت. هذول 90 صوت نحن بنكون أجمل 90 صوت بالوطن العربي، وهالشي كثير منيح بالنسبة لنا. بصير بيناتنا منافسات على المسرح وقتها، بنتدرب مع المدربين. طبعا هذول 90 صوت كلهم بيستحقوا يكونوا ذا فويس. نحن من سوريا كنا 10، وانه يفوز واحد سوري بالبرنامج شيء كثير حلو. بنبارك له اكيد، انبسطت له، بنوجه له تحيه. طبعا اكيد انبسطت له، هو كان صديقي اخي اسلام. طبعا شيء كثير بدل على كثير مدلول حلو، ونحن من سويدا كنا 4، وهكذا كمان مدلول كبير ما شاء الله. اهالي السويدا كلهم صوتهم حلو، يعني اهم نجومنا من السويدا، بدنا نقول لهم تحيه كمان. ياسمين، حضرتك حصلتي مثل ما ذكرنا على جوائز كثيرة، وأنت ضمن دراستك سنة سابعة بمعهد فريد الأطرش. بمعهد فريد الأطرش بس شو سنة سابعة؟ يعني صار لك 7 سنين. يعني صار لي 7 سنين. غناء ولا عزف؟ لا عزف. عزف. ليش بس بالعزف؟ حتى بمشاركتك بالرواد وبأي مسابقة عم تقدمي فيها بس عزف، مع إنه صوتك بياخذ العقل. اولا انا بدات اعزف يعني قبل، لانه خيي كان يغني، فنحن كنت غني معه انا كورال، فبدات بالعزف اولا، فتت على المعهد وبدات بدات بالمسابقات واحصل على الجوائز. بعد فتره اكتشفت صوتي، اهلي واخواتي والمدربين تبعوتي والاساتذه ساعدوني لطور صوتي. فكان بعد فتره لهيك انا كنت بالعزف محققه كثير شغلات، بس ان شاء الله رح تشوفوني بشغلات كثير حلو، وعندي مشروع ان شاء الله كبير بعد ذا فويس، رح يكون مع نجم كبير ورح يتم تصويره بمصر، هو دويتو غناء. كويس، حلو والله، حلو هذا الخبر ليا. يعني هسه ها ما شاء الله اول خطواتها وهيك. بدنا نسمع شيء يا ياسمين كمان، هيك تسمعينا اياه على الصبح من ذوقك. على عيني. انا حبيت انه بسبب انتصارات جيشنا البطل حبيت اوجه غنيه تهديهم اياها، بهديها لسوريا وبهديها لكل الجيش العربي السوري حبيبتي. هي من اغاني خيي. يلا. اخوك ملحنة وكاتبة؟ خي مغنيها وخي ثاني ملحن. اوكي تفضل. كل ما فاح الورد الجوري بعرف انك عربي سوري بضرب سلام، كل ما بروح بسافر اكتر حبك يا سوري يا بيكبر برجع اوام. في أحلى من هواكي، ما في شاعر ما غنكي، ما في أحلى من هواكي، ما في شاعر ما غنكي، بموت وبتنفس هواكي بياسمين الشام، بموت وبتنفس هواكي يا أحلى شام. جيشك يا سوري علا وقف ضد الدنيا كلها، جيشك يا سوري علا وقف ضد الدنيا كلها، لا يخاف اللي معه الله عالي المقام، لا يخاف اللي معه الله عالي المقام. ما في أحلى من هواكي، ما في شاعر ما غنكي، ما في أحلى من هواكي، ما في شاعر ما غنكي، بموت وبتنفس هواكي بياسمين الشام، بموت وبتنفس هواكي يا أحلى شام. كل ما فاح الورد الجوري بعرف إنه الجيش السوري بضرب سلام، كل ما بروح بسافر أكتر حبك يا سوري يا بيكبر برجع أوام. ما في أحلى من هواكي، ما في شاعر ما غنكي، ما في أحلى من هواكي، ما في شاعر ما غنكي، بموت وبتنفس هواكي بياسمين الشام، بموت وبتنفس هواكي يا أحلى شام. سلم هالصوت يا ياسمين. حلوه الغنيه كمان، نوجه تحيه لاخواتك ولوالدك الموجود اكيد معنا بالاستديو مرافقك. ياسمين، قبل ما نختم بنشوف كثير من البرامج ممكن تدعم الاطفال، اول شيء بتوصلهم لمكان، الاطفال بحسوا حالهم انه صاروا نجوم، ولكن هن اكيد بدهم دعم كثير كبير، وبيوقفوا يتعلموا موسيقى، بيوقفوا يتعلموا الغناء اكاديميا ايضا. قديش مهم اليوم انه
الطفل ما ينصاب بجنون العظمة مثل ما بيقولوا بالعامية، يكفي درسه، يهتم بمدرسته، يضل على الأرض بين رفقاته، يعني ما كتير يقول إنه أنا لا أنا صرت نجم أطلع على التلفزيون خلاص. خلينا نحكي قديش مهم إنه الواحد يكون، وخاصة الطفل يكون عنده توازن بدراسته تكون صح، وحتى انه يتابع بالتعلم، لانه نعرف هلا هو عم ينمى ويوم عن يوم عم يتغير الصوت وحتى طريقه العزف. صح. طبعا اول شيء تعتبر كل هاي البرامج خطوه فقط للامام، وهي انطلاقه. لازم طبعا كل طفل حدا يدعمه، اهله لازم طبعا يوقفوا حديه، لازم يوصل لمراحل اكبر، لازم هو يطور ويحسن صوته. طبعا ما لازم يشعر بالغرور انه هو لا انه هو وصل لهي المرحله، بعد في مراحل كثير قدام هو ما وصل لهم. لازم يتدرب منيح، لازم يخلي في وقت عنده ينظم وقته بين دراسته وبين الغناء بين العزف، اي شيء عنده مواهبيه لازم يحافظ على موهبته، وما انه يوقف دراسه الاكاديميا لانه شيء كثير مهم طبعا، وشهاده يفتخر فيها لبعدين. بضل بيتطور اصلا. طبعا لازم يضل يتطور، يعني حتى لو وصل لمكان كثير كثير منيح لازم يضل يشتغل على حاله ليوصل بعد احسن. اكيد. ياسمين، المشاريع الاخيره غير مشروع، انه في عندك يمكن شيء مهم بمصر رح تسجليه مع فنان مهم، شو كمان هيك حاطه ببالك مشاريع بالمستقبل، لوين حابه توصلي؟ طبعا انا حلمي كثير كبير، انا بحب اوصل لانه صير مشهوره بالوطن العربي ويمكن بالعالم حتى كله. رح ظل اشتغل لوصل صوتي، رح حاول قد ما في اتوسع بالمشاريع تبعوتي، ويكون عندي لقاءات ان شاء الله بلتقي معكم بلقاءات غير كمان لوصل صوتي لكل الوطن العربي والعالم ان شاء الله يا رب. ونحن نتمنى لك كل التوفيق ياسمين. مين بتحبي اكثر حدا مطرب؟ مين مثلك الاعلى؟ هلا بصراحه ما عندي حدا انا معين، انا بحب اسمع للكل لانه كل حدا عنده شخصيته وصوته، يعني بالغناء عنده شخصيته معينه، هو ما حدا بيشبه حدا، لهيك ما في يفضل حدا على حدا. بس انه ما عندك حدا انه بتفضليه اكثر او انت مايله ل حدا اكثر من حدا؟ انا صوتي بيشبه صوت الست فيروز مثلا، فينا نقول الست نجاة الصغيره، فينا نحكي ماجد الرومي، كلهم هذول يعني انا بلبق صوتي لصوتهم، بس انا بفضلهم كلهم طبعا. وشو حلو بعمر صغير تسمع لجيل قديم، يعني هذا جيل كله عراقه بالفن طبعا، لهيك صوتها حلو. ليا بدنا نختم بغنيه كمان، ما بدك تغني للسوريا؟ هلا غني، هدينا غنيه هيك على ذوقك كمان. غنية بدي اهديها لكل الامهات بما انه عيد الام، عيد الام قريب، عيد لكان لكل ام سوريه، بدي اهديها لكل امهات الوطن العربي، الامهات السوريه وبالاخص امهات الشهداء. يلا. تسع شهور وانت حملتيني، وبعدها تعبت كتير تعجبتيني، وعذبتك كتير لتربيني، وضاعت الترباي في يامو يامو يامو، يا ست الحبايب يا يامو يامو يامو، يا ست الحنين يا يامو، يا ما بردتي يا ما لا تدفيني، جوز الجبات رقعتلي، وكل هالشي ما بين فيك يا مو يا مو يا مو، يا ست الحبايب يا مو يا مو يا مو، يا ست الحنين يا مو. برافو عليك يا ياسمين. ياسمين عفوا، بالختام بدنا نتشكرك، شكرا كثير لك يا حلوه، موفقه ان شاء الله بنشوفك بالعالميه، واكيد نحن مبسوطين انه تعرفنا عليك، وناطرينك بحلقات ثانيه تكوني معنا ومحققه مراكز اولى ايضا بمسابقات ثانيه. شكرا كثير يا ياسمين، موفقه يا حبيبتي. شكرا يا ياسمين، والله يوفقك ان شاء الله، وقريبا هيك كمان بتكوني معنا بصباحنا غير بانجاز مهم ان شاء الله باذن الله. شكرا لك.